يلا كمل يلا. ها يبقى قلنا I wake up at 7. قول لي جملتين كمان يلا. I go to ايوه كده. I go to، انا اذهب، حاجه متعود اعملها. I go to football academy. فوتبول اكاديمي. جميل. طيب عاوزك تقول لي ان انت مش بتروح باسكتبول اكاديمي. I don't ايه go to ايوه basketball academy. حلو، يا ريتال ريتال يا أستاذة ريتال. طب يا دكتورة ريتال ريتال بتتكلم بس صوتها واطي يا مستر. بتتكلم مستر. ايوه ياسو، ازيك يا ياسو؟ الحمد لله. معلش يا مستر، سافرت فجأة بس عند تيتا. طيب ماشي هحل التسميع بعد الدرس. طيب ماشي، الحمد لله على السلامة. نيجي بقى يا جماعة نتكلم عن إيه؟ يا ريتال أنت سامعاني كده؟ طب هات لي إياد. كان مروان بيتكلم وبيقول ايوه يا مستر. I don't go to، أنت لسه فاكرة؟ I don't go to a basketball academy. أنا عاوز أقول he، مش عاوز أقول I زي ما هو قال. هو قال ايه يا مستر؟ هو قال، إياد قال الجملة دي، I don't go to a basketball academy. هتبقى هي doesn't go يا to. ابني هو، يا ابني، يا حبيبي. هي انا ما بقدرش doesn't اعمل go. ميوت يا جماعه للناس كل، يوسف جريح ما تزعلنيش منك بقى. يبقى هي doesn't go to، بس اتغير اي لهي، يبقى انا اغير don't to doesn't. طب هو قال برضو I go to a football academy، غيرها لي الهي، هتقول ايه؟ هي goes to football academy. He goes to a football academy. تهيألي إن يعني كده عرفنا نقوله، يعني أوصف إزاي باستخدام أم ويز وآر، عرفنا أقول أكشن إزاي، أنا متعود أعمله، حاجة متعود أعملها، حاجة مش بعملها. تمام ماشي يا شباب. تخيل بقى يا مؤمن أنت وهو، أنا قررت إيه؟ انا المفروض النهارده كنت هشرح الباست سامبل، وكنت كل اللي هقوله ده كان هيبقى مقدمه 5 دقائق. لقيت ان الدنيا بايظه في حاجات، في جمل، في تكوين جمل، فهنعتبر الحصه دي زياده، هنعتبر حصه النهارده دي كده زياده بره المنهج، لان انا مش هينفع اخش في الجزء اللي في الملزمه من غير ما اشرح بقى الباست سامبل، فده المره الجايه ده هشرحه. فان شاء الله حصه النهارده اللي كنا المفروض بقى نشتغلها كمنهج
تمام؟ هتبقى يوم السبت الساعة 1:30. يوم السبت 1:30. طب مستر ابعت لنا ده على الواتساب عشان ما ننساش. مستر أنا آسف لو حد قال لي مش هينفع. مستر أنا ياسين السبت كله مش هينفع معايا. عندي أربع. أنا اعتذرت قبل ما أنت تقول لي. وأنا كمان يا مستر عندي حصة. أنا اعتذرت. أنا اعتذرت. ابعت لنا الكلام ده عشان ما ننساهوش بس. في طب في بديل تاني. لو ما نفعش هرجع للميعاد الأولاني برضه. الحد 1:30. تمام يا مستر ده عادي معايا. الموعد معلش ثواني بس يا مستر خليه ثواني. اللي عنده مشكله ريز هاند في ميعاد الحد. حد الساعه كام؟ اللي رافع لي اوكي ده اللي عنده مشكله يرفع لي. حد الساعة كام يا مستر؟ 1:30. يوم السبت اللي عنده نزل ايدك بقى نزل ايدك الناس اللي رافعه دي. يوم السبت 1:30. طيب نزل ايد ماشي. نزل ايد. خلاص. خلاص نزل ايد خلاص. مستر هو ما ينفعش بكره الجمعه؟ بكره 8:30 بالليل؟ امال الصبح؟ بكره 8:30. تمام. ها عند حد مشكله؟ لا مستر خلاص يبقى الحصه بتاعت النهارده دي هديه مني ليك. انما حصه الشغل الاساسيه هتبقى بكره الساعه 8:30 بتاعت المنهج. لا لا مستر بس الحاجات دي على الواتساب. مستر 8:11 بكره الساعه 8:30 مش محتاجه اكتبها على الواتس كله. تمام مستر. انا هحاول ثواني يا هنا هحاول ابعت الحصه دي دلوقتي بحيث الناس ممكن تتفرج عليها تاني لان الحصه دي يعني سبحان الله تحولت لحصه مهمه جدا يعني لوحدها كده. ايوه يا هنا هي الحصة بتاعت بكرة دي الحصة بتاعت يعني بدل الحصة دي عشان بتاعت الملزمة بتاعت الملزمة ماشي. ماشي ماشي أنا آسف على فتحة المايك في ساعة الإجابة. أنا آسف أصل أنت فتحت على صباع يا يوسف. أنا آسف حبيبي. ماشي يا يوسف ماشي. مستر ابقى ابعت لي الحصه يا مستر عشان نراجعها. ما انا هبعتها دلوقتي. هبعتها دلوقتي. سلام يا مستر. ماشي اتفضلوا يا شباب. جود باي.